هذه التطبيع، والتطبيع عندي أنا لغة زايدة، ونقاطعوا فيهم عليه. شنو البديل؟ كذا باش نقاطعوا حتى فهمتني من الماء باش نقاطعوه، كل شيء جاينا من برا. شنو اللي حضرته البديل؟ أنت جرب من هنا والمواطنين متاعك يطردوهم لك، ياليتو يطردوهم يرموهم في البحر للروكا ياكلوهم. يجي يخدمك بشهايدك، ها شوف يخلصك ولا ما يخلصكش 3-4 شهور رئيسي، يخرجك بدون ضمان، هذا الموجود بدون ضمان، ها ويستعبدك يردك عبيد. عندنا الناس بمخاخة يا ناس، اسغلوهم اسغلوهم يحطموهم. قيس سعيدة ما نقولش سعد الرئيس، انا وانا ماذا بيا ايراني خاطر يعرفني وحكيت معاه. يا قيس زرق للمسؤولين هذوما كفاءتك انت. تونس اقسم بالله العظيم يلي ما تشد الطريق. عسلامة. مرحبا. لبس عليك. ونعم بالله. الحمد لله. اليوم نحكي على المقاطعة، يندرى المقاطعة اللي سايرة في تونس البعض المواد والبعض المؤسسات تضر بالاقتصاد ولا لا؟ في الحقيقة تضر بالاقتصاد، ونقاطعوا فيهم عليه. شنو البديل؟ مش قطع بهم البديل شنو هو؟ كذا باش نقاطعوا حتى فهمتني من الماء باش نقاطعوه، كل شيء جاينا من برا. شنو اللي حضرته البديل؟ شنو اللي قاعدين تخدموا؟ تقاطع من بعد ما عملت شركات وناس تخدم وتصور، ها جي تو نقولوا مقاطعة. اش من مقاطعة يا ناس؟ المقاطعة في رأيي أنا اللي هي تصير مقاطعة فهمتني، لا نحل لك سفارة في تونس ولا نحل سفارة غادي، هاي المقاطعة. ومن بعد نعمل بديل ونخدم على رواحنا، نشوفوا فهمتني نخدموا وشنو اللي باش نبدلوا. كاحنا مرتبطين فهمتني بكل شيء، النفس مربوط بهم، كاش منقطع. فما برشا عباد يظهر لي ماهيش فاهمه شنو معناتها تجريم التطبيع. ايش من التجريم هذا يا ناس؟ العالم الكل راهو لاصق بعضه، العالم الكل يعيش من بعضه، ولهذا فهمتني راها انا لغه مضروبه هذه، التطبيع والتطبيع. يطبع روحك، يخدم روحك، يخدم انت، يخدم روحك. هم بعد فهمتني اوصل لهم الناس هذيا، الناس هذيا تشردت في العالم، تشردت ها ورجعت باش بالخدمه. الناس هذيا بالخدمه بالمشاريع عارفوا شو يعمل، ركزوا على العالم. ولهذا هذه التطبيع، والتطبيع عندي أنا لغة زايدة. نشوفوا أنه مثلا نحن كن نطبقوا ونجرموا التطبيع باش نشوفوا أنه فما برشا توانسة عايشين في دول أوروبية ودول البرة غير الأوروبية باش يتضروا في الحاجة هذية. معلوم باش يتضروا. أنا نقول لك فهمتني الناس هذية اللي باش تجرم معاهم التطبيع، في العالم الكل موجودين، في الكوكب موجودين، في الكوكب في الكواكب مش الكوكب موجودين. شنو اللي باش تجرم انت؟ انت تجرم العالم في دولة من الدول، انت تجرم من هنا والمواطنين متاعك يطردوهم لك، ياليتو يطردوهم يرموهم في البحر للروكا ياكلوهم. شنو اللي تجرم؟ اعمل مشاريعك، اعمل مبادئك، اعمل فهمتني لي بروجي نتاعك، ومن بعد تو نسبك ومن بعد فهمتني حاجه اخرى. باهي قاعدين نشوفوا في برشا مشاريع مفتوحه لهنا في تونس اسامي معروفه، دعاو التوانسه دعاو في العالم الكل مش كان التوانسه برك انهم باش يقاطعوها. انت حاسب رايك اسكو الحاجات هذيا موجود ما نجمو ان نحن نقاطعوها مع انها تبيع في منتوجات تونسيه؟ ما نجموش نقاطعوها. كي تقاطع انت هالمنتوجات هذيا شنو البديل اللي عندك؟ شنو البديل؟ كي انا انت تقول نقاطع وانا من الدوره نشري
ولهذا نرجعوا فهمتني للمبادئ، المبادئ الصحيحة. احنا نقولوا سامحني ولينا فهمتني في لا دين لا ملة، والكل كلام. يوم العالم كي العالم ما تستحوذين عليه، وانت ايش عندك؟ ايش عندك؟ شيء ما عندك. عندنا كان الكلام، وعندنا كان ردة الفعل في بعضنا، يحبوا بعضهم، هما يعاونوا بعضهم، اوكي، يعاونوا بعضهم ويحبوا بعضهم. فما مثل يقول لك التونسي للتونسي رحمه، صحيح لك لما ذي مازال موجود في تونس ولا لا؟ ظاهريا، ظاهريا اش من رحمه، كاش من رحمه يا ناس، كاش من رحمه ويسيونا فهمتني من الكلام الفارغ. اش من رحمه انت زوز فهمتني يخدمك بشهايدك طاو، واحنا يجاو للصحيح، يجي يخدمك بشهايدك، ها شوف يخلصك ولا ما يخلصكش 3-4 شهور رئيسي، يخرجك بدون ضمان، هذا الموجود بدون ضمان، ها ويستعبدك يردك عبيد رؤوس الاموال طاو، عبيد تخدم. اش من رحمه؟ فين هاي الرحمه اللي تحكيوا عليها؟ الرحمه طاو قاعدين نشوفوا في كفاءات تونسيه قاعده تهجر للخارج، اللي بما يسمى هجره الادمغه. علاش تونس ما تستغلش الكفاءات هذيا؟ خاطر فما لوبيات ما خليهمش يتحركوا، لوبيات، واللوبيات كلك سوا فهمتني من البلد ولا حتى من الخارج، من الخارج باش يخرجوهم، وكي يخرجوهم يستقبلوهم ويعطيوهم حقهم، وكفاءته الكل يخرجها. والله والله في تونس كفاءته الربوع نتاعها ويخرجوا ويحطموه، يحطموه تحطيم، يحطموه ما خلوش يتحرك. ماذا بهم فهمتني هل يقرا وهل نابغ؟ عندنا نبغات راه يا ناس، قسما عظما دور العالم. وهذا الكلام راه مش شعبوي، العالم اللي في النازا، انا عندي شكون برسك قارب من الملاسين في النازا، كي يجي يجي لتونس باللي جارد كور يقرا في النجاح فهمتني باللمبوبه نتاع الضوء، تخرج وخطفوه ديريكت ديريكت. فما نبغات، عندنا نبغات، عندنا ناس تقرا، عندنا ناس بمخاخه يا ناس، استغلوهم استغلوهم يحطموهم. وربي أسر توا فما من الدولة واقفة، ما في رأي فهمتني يطول اش بشي اش بشي عاني، وهالخراب اللي تعدى علينا. قاعدين نشوفوا في اصلاحات قاعدة تصير في الدولة وفي في ادارات الدولة، زعما تشوف انت الاصلاحات هذه تنجم تصلح البلاد؟ بيان سور تصلح، مي كيف تصلح؟ يلزم عنا فهمتني كفاءات وأدمغة كما اللي شاد الحكم قيس سعيد، ما نقولش سعد الرئيس، وانا ماذا بيا راني خاطر يعرفني وحكيت معاه هنا في الافنيو يلزم ناس تكون افكاره هو وافكاره. لاحظوا يا ناس كي يحكي هو يحكي انسان واقعي وانسان فهمتني حقوقي حقوقي. ولهذا يا قيس زرق للمسؤولين هذوما كفاءتك انت. تونس اقسم بالله العظيم يلي ما تشد الطريق، تشد الطريق تونس، وتونس بون يا ربي يا رب شد له في صحته، وتحركوا يا ناس كما قاعد يتحرك فهمتني قيس سعيد، تحركوا تحركوا وكونوا في جرعته، كونوا في حماسه، كونوا في تو تشوف تونس كيفها
تتغير.